بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أبنائنا طلاب الصف الخامس ابتداء إن شاء الله النهاردة lesson 2 part 2 أو الدرس الثاني الجزء الثاني من unit 2 بالنسبة لمنهج الصف الخامس الابتدائي 2023. ولكن دايما كلنا مع بعض، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. عندنا part 2 بيتكلم عن math اللي هي مادة الرياضيات. math adding يعني إضافة، and subtracting يعني طبعا هنا طرح، decimals الأرقام أو الأرقام العشرية. again adding and subtracting، adding and subtracting decimals. تعالوا مع بعض نتعرف على الفوكاب اللي هنستخدمه في الدرس. add يعني يضيف، add a double d، add treat يتعامل، treat treat، treat position يعني موقع، position يعني موقع، position 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 original يعني أصلي، original 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 total يعني كلي، total 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 يعني كلي، total 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 distance يعني مسافة، distance 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 يعني مسافة، distance 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 subtract يعني يطرح، اد يجمع، subtract يطرح، subtract 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 whole number عدد صحيح، whole number whole whole number number whole number match يعني يتطابق، match 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 sum يعني عملية حسابية، do sums ما يجمع الفعل do يعني يقوم بإجراء عمليات حسابية، do sums لكن sum عملية حسابية، weight يعني وزن، weight يعني وزن، weight weight يعني وزن، decimal point يعني علامة عشرية، decimal point decimal point علامة عشرية، decimal point point add treat position original total distance subtract whole number match sum أو do sum with decimal point. بالنسبة عندنا adding and subtracting decimal numbers جمع وطرح الأعداد العشرية، adding إضافة and subtracting طرح decimal numbers الأعداد أو الأرقام العشرية. follow the following steps عشان نقوم بعملية جمع أو طرح الأعداد العشرية بنتبع الخطوات التالية، to add لإضافة or subtract لطرح decimal numbers. إيه هي الخطوات دي؟ أول حاجة بعملها تتعامل مع الأرقام العشرية مثل الأعداد الصحيحة، يعني زي ما بجمع 1+1، 2+2، 3+3 كعدد صحيح، بنجمع الأعداد العشرية زي الأعداد الصحيحة. ضع الأرقام متتالية بحيث تكون العلامة العشرية لكل منها في نفس المكان، يعني العلامة عندنا بعد رقمين نحطها بعد رقمين، بعد ثلاثة بردك نحطها بعد ثلاثة، بعد رقم واحد هنضيفها نحطها بعد رقم واحد. بعد كده ضع أصفر إذا كان هناك احتياج ليصير الرقمين بنفس العدد، يعني إيه؟ يعني عايزين نطرح من صغير لكبير هنستلف من عدد اللي بعده، ولكن بنحط صفر أو مكانه كده كأننا بنستخدم الرقم إيه؟ عدد صحيح. اجمع أو اطرح بداية من اليمين لليسار، يعني زي كده باللغة العربية من اليمين لليسار. مرة تانية الخطوات اللي احنا نتبعها عشان نقوم بعملية الجمع او الطرح بالنسبة للأعداد العشرية
أو الأعداد اللي ليست صحيحة. أول حاجة بنتعامل مع الأعداد العشرية دي كأنها أرقام صحيحة، يعني بنجمع الرقم عادي أو بنطرحه عادي. بعد كده بنقوم بنضع الأرقام متتالية بحيث تكون الأعداد العشرية يعني لكل منها في نفس المكان. يعني إيه؟ يعني العلامة العشرية بعد رقم هنحطها بردك بعد رقم، بعد رقمين هنضعها بعد رقمين. نضع أصفار، نضع أصفار يعني نحط صفر إذا كان هناك احتياج ليصير الرقمين بنفس العدد عشان نخلي الرقمين زي بعض. وبعدين بنطرح من اليمين لليسار على المسائل الحسابية اللي معنا. For example على سبيل المثال عندنا 3.13 3.13 and يعني أو add أو and هنا معناها we 5.5 يعني 5 point يعني علامة عشرية. العلامة العشرية بننطقها point، نكتب العلامة العشرية كده point b o i n t point دي بنساويها كده اللي هي بتساوي العلامة العشرية point 40 90 40 90 40 90. عشان نجمع العدد ده نعمل ايه؟ طبعا كتبناهم تحت بعض اهم، كتبنا الاعداد حطناهم تحت بعض متتالية، التلاتة او 3.13 وال5.49 حطناهم تحت بعض. بعد كده بنجمع العدد من اليمين عادي 3 and 9 3 و9 يبقوا كام؟ 12. هنتحط الاثنين هيتفضل 2 هيتفضل لنا معانا 1 1 هنضعف دايرة فوق كده 4 and 5 1 and 4 5 ومعانا 1 يبقى ايه 6. العلامة العشرية قبلتنا نضعها البوينت وبعدين 3 and 5 are 8 3 و5 يبقوا 8. يبقى احنا عملنا ايه؟ 3 زائد 9 12 حطنا الاثنين اتفضل معانا الواحد حطنا الواحد فوق كده في دايرة وبعد كده 1 and 4 1 و4 يبقوا 5 ومعانا 1 يبقوا 6 اللي هما 6. قبلتنا العلامة العشرة بعد رقمين نحطها بعد الرقمين 3 and 5 3 و5 يبقوا 8. طيب تعالوا كده معانا هنا عملية طرح 8.6 يعني 8.6 طبعا هنا ماينس يعني ناقص، ماينس يعني ناقص 6.51 ناقص 6.51%. هنحط الأرقام تحت بعض الأول 8.66 وهنا 6.51. طب هنا 51% وهنا 6 هنحط مكان المكان الفارغ ايه 0. يبقى احنا قلنا بنضع اصفار اذا كان هناك احتياج ليكون ايه الرقمين عشرين زي بعض. هنا 6 من 10 وهنا 51% احنا عايزين زي بعض نحط صفر. اصبحت كام 6.60 وهنا 6.51. تعالوا نقوم بعملية الطرح. عندنا 0 اللي هو الصفر 0 0 minus 1 ينفع؟ طبعا لا. نروح احنا نيجي للسكس ونستلف منها ايه عدد واحد. طب الواحد ده هنفكه بكام؟ بعشرة. يبقى نحط مكان الصفر 10 اصبحت 10 minus 1 9 هنا 6 خدنا منها واحد بقت 5 5 5 minus 5 0. ايه قبلتنا العلامة العشرية للبوينت نحطها اصبحت 8 8 minus 6 2. تعالوا مع بعض نشوف نمبر 3. عندنا رقمين 2.367 هنا وعندنا 8.145. تعالوا نطرح نجمع مع بعض. بنجمع من اليمين 7 زائد 5 كام 12 هنحط للتو وتفضل معانا واحد 6 هنحط ممكن الواحد هنا أو نضيفه على 6 6 والواحد 7 7 و4 كام 7 و4 11 يبقى 11 نحط الواحد وتفضل برضو معنا واحد 3 ومعنا واحد يبقى 4 4 و1 يبقى 5 يبقى هنا 5. قبلتنا العلامة العشرية بوينت نضعها 2 and 8 يعني 2 زائد 8 equals 10 يعني بيساوي 10. عندنا المرة دي بقى subtract يعني طرح. عندنا 10.512 minus يعني ناقص 8.145
equals a. تعالوا مع بعض، من اليمين لليسار. 2 minus 5 تنفع؟ طبعا لا، ما ينفعش الصغير من الكبير. نروح للخانه اللي جنبها نجيب منها الواحد، مع نجيب منها نستلف منها العشرة، تبقى 12 12 12 minus 5 7، واصبح الواحد ده ايه؟ 0 0، اصبح 0 minus 4 ما تنفعش، نستلف من هنا برضو 10، اصبحت 10 اللي هي 10 minus 4 6، ودي هتبقى كام؟ 4 ناقص 1 1 يبقوا 3. اتفضل لنا 3، وبعدين العلامة العشرات قبلنا نحطها، اتفضل هنا 10 10 minus 8 2، يعني 10 ناقص 8 2. تعالوا نشوف اكسرسايز على اللي احنا قلناه ونطبق كده معانا. هنا بقول لنا solving problems، يعني حل مشكلات. if one tree is if one tree، لو في شجرة is 3.459 meters، لو في شجرة meters طول، طولها 3.459 من 1000، and another tree وشجرة أخرى is 2.753 meters طول، يعني 2.753 من 1000 متر. What's the difference in height between them؟ يعني الفرق ما بينهم. between يبقى الفرق، يبقى هنطرح هنقول ايه؟ 3، هنحط الأعداد تحت بعض بالترتيب، 3.459 minus 2.753، نطرح 9 minus 3 كام؟ 6، 5 minus 5 0، 4 minus 7 ما تنفعش، نستلف واحد من اللي بعدها هنا يبقى 10، أصبح الايه؟ 10 أو 14 minus 7 14 minus 7 7، يعني 14 ناقص 7 كام؟ 7. وبعدين العلامة العشرية البوينت نضعها، أصبحت ده 2 2 minus 2 يعني 2 ناقص 2 0. اوكي، تعال نشوف كده تطبيقات على اللي احنا قلناه. جيهان رانز 3.567 كيلومتر on Sunday. جيهان جرت 3.567 من 1000 كيلوغرام on Sunday يوم الأحد، and 5.258 كيلوغرامز on Tuesday، يعني وجرت 5.258 من 1000 في يوم الثلاثاء. What's the total distance that Jihan ran؟ What's the total distance؟ إيه المسافة الكلية اللي جيهان جرتها؟ طبعا total يبقى هنجمع المسافة الكلية جمع، يبقى هنجمع كام؟ 3.567 and 5.258، تعال نجمع 7 and 8، 7 و 8 كام؟ 15، نحط الخمسة وتفضل معنا واحد، نضيف الواحد على ستة بقى كام؟ 7، 7 and 5، 7 و 5 كام؟ 12، يبقى هنا نحط لي 2 اللي هو 2 وتفضل معنا واحد، 5 ومعنا واحد يبقى 6، 6 and 2 يبقوا 8، 6 و 2 8، العلامة العشرية قبلنا نضعها، 3 and 5 8، 3 و 5 كام؟ 8. تعالوا مع بعض نتعرف على find the result، find اوجد النتيجة. احنا هنقوم بعملية الطرح، 93.4 minus 66.83. ها هنعمل ايه هنا الاول؟ هنيجي على 93 طبعا كده ونضع العلامة العشرية، find the results، هنجد النتيجة. طبعا 93.40 هنكتب الأعداد تحت بعضه طبعا، minus 66.83، طبعا هنا 4 زودنا الزيرو وبعدين نطرح من بعض، طبعا هنجد النتيجة 7، طبعا هنستلف واحد 7 يبقى ايه؟ 10 0 هيبقى 10 minus 3 يبقى 7، أصبحت 4 3 ونستلف واحد يبقى كام؟ 13.85 و 2
هنستلف برضو من 9-1 يبقى 12-6-2 يبقى 26.57. وطبعا بالنسبة لنمبر 2 adding يعني إضافة طبعا جايب لنا 7 برضو هنضع 0 وبعدين 0 تبقى 8-7-10 ومعنا 1 العلامة العشرية نضع العلامة 3.63 and 6 is 9 9 ومعنا 1 يبقى 10 و 2 و 1 هيبقى 3. طبعا نجمعها عادي المسألتين 4.28 and 3.56 وبرضه هنقوم بإجراء عملية جمع 8 6 يبقى 14 2 5 7 ومعنا 1 يبقى 8 العلامة العشرية 4 7 7 4 3 هيبقى 7. هنا عندنا برضه add إضافة 3 7 10 5 9 14 ومعنا 1 يبقى 15 هنحط ال 5 بعدين علامة العشرية تقابلنا نضعها 8 1 9 ومعنا 1 يبقى 10 وهكذا. تعالوا مع بعض نشوف نمبر 2 solve the problems. طاهر buys 2 watermelon. طاهر اشترى بطيختين 1 weighs 2.65 واحدة منهم 2.65 من 100 جرام and the other weighs 3.2 kilograms. find بقولك اجد the total weight يعني الوزن بالكامل. يبقى هنجمع 2.65 and 3.80 هتبقى عندنا equals 5.85. عندنا the weight difference يعني الوزن المختلف الاختلاف يبقى هنطرح between the two watermelons 3.20 minus 2.65 55. طبعا هنا كان add إضافة وهنا هيطرح في number 2 فريدة swam. فريدة سبحت 100 meters in 2.7763 minutes. زينب swam 100 meters in 2.341 minutes. who was faster أيهما أسرع فريدة or زينب. زينب ولا فريدة. طبعا الأسرع مين. الأسرع عندنا هيبقى زينب. ليه؟ لأنها استغرقت 2.3 فقط 3.1 دقيقة أما دي 2.7 يبقى الأسرع مين. زينب. يبقى مفروض نكتب هنا زينب is faster. is faster than فريدة. بالنسبة عندنا هو ما how much faster is she يعني أسرع منها بقد إيه. طبعا مفروض إن إحنا هنطرح الأكبر من الأصغر. هيتفضل لنا 4.422 minutes يعني دقائق. يبقى نجمعهم كده نقول 4.422 minutes يعني حوالي كده 5 دقائق. ومن هنا وصلنا لنهاية حلقة اليوم من درس الماس. وانتظرونا مع حلقات أخرى والسلام عليكم.